أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الموجود من أسماء الله؟ يخبر عن الله بأنه موجود، يخبر، يقال الله موجود، لكن ما يقال الموجود، ما يسمى به اسم، وإنما يخبر عنه بأنه موجود. أما أنه يحط من أسمائه الموجود أو الشيء، لا، ما يقال الشيء ولا الموجود، لكن يقال الله شيء ويقال الله موجود من باب الإخبار، باب الإخبار أوسع من باب الاسم. نعم.